وينضم إلينا الزميل عصام العباري من نواحي مدينة الدار البيضاء وتحديدا من دوار التقلية التابع لإقليم النواصر. هذا الدوار يعرف خصاصا كبيرا في الخدمات حيث يشتكي الناس من غياب للبنى التحتية، والتفاصيل معك عصام. أهلا وسهلا بك نوفل وبالمشاهدين الكرام في فقرة مع عصام. كانت واجدو بدوار المكنسة أو دوار التقلية، هذا الدوار اللي كيعرف انتشار واسع للسكن الغير اللائق وكذلك كثافة سكانية مهمة. نحاولوا نعرفوا خبر الناس في هذا الدوار وكذلك نسولوا علاش اختاروا هاد الناس هادو انهم يسكنوا في هذا الدوار رغم انه ما كيتوفرش على بنيات تحتيه للسكن اللائق. بغيناكم تبقوا معنا باش نشوفوا باش غيجيبونا الساكنه. السلام عليكم سيدي، شحال من عام وانت ساكن هنايا؟ هادي دابا قلت 7 سنين وانا هنايا، 7 سنين وانا جالس هنا. شنو يخليك تجي لهنايا لهاد البلاصه اللي تسكن فيها؟ نعم، شنو يخليك تجي لهاد البلاصه تسكن فيها؟ هو الفقر ولدي، الفقر هو اللي راه مخلينا هكذا، ماشي زعما لاباس عليك، وكنا لاباس علينا نمشي نسكنوا مع الناس الفقرين اللي هما لاباس عليهم، ولكن الوقت هي هكا جابتنا، الوقت والزمان هو اللي حازنا على بحالنا. إلا سولتك على السميه ديال دوار التقليه منين جات؟ كان مولاه، كان مولاه عنده الاراضي هنا وداك الشيء وبقى تيوزع وتيبيع للناس، سميتو التقليه، هذا هو علاش تسمى كريان التقليه. كيفاش كتبغي تشري هنا؟ كيفاش الطريقه ديال الشريان؟ واش كت هنا باش تشري تتشوف تدير كونطرادا ودير كل شيء وتتشوف مع القايد ومقدمهم واللي يوافقوا، ولكن تيكون دابا ما بقاش هاد الكتابه الجديده ما بقاتش، هذا من 2000 فوق هي فاش كانت البيع والشراء، دابا راه قول حبس البيع والشراء، حبس البيع والشراء دابا ما بقاش. السلام عليكم، بغيت نسولك واش انت من الساكنه ديال هنا؟ بغيتك تعرفنا شي شويه بالساكنه، اغلبيه الساكنه هنا منين من حاضرين؟ كل واحد منين جا، كاين اللي جاي من اغلبيه من المجال الحضاري، وكاين واحد النسبه من المجال القراوي، وغالبا هاد المنطقه هادي مهمشه بزاف، لا ترونسبور واصل ليهم، لا دو، لا حتى حاجه، ابسط الحوايج ديال العيش ما كاينينش، دراري صغار ما كيلقاو فين يلعبوا، البهيم، لا طريق، لا ضو، لا حتى حاجه، ترونسبور طوبيس ما كيطلعش لينا هنايا، حتى حاجه ما عندنا هنايا. مشيت تندور دبرت شحال؟ 1,160,000 ريال باش جيت شريت هنا، وكابر ومدوز مزيان وطيب وما لقيتش اللي يعاونني الا الله وسيدنا الله ينصره، الجمعيه ديال الرعايه ديال ادماج السجناء هي اللي دخلتني جاي نخدم، ودابا اللي تنطلب الدوار خصو طريق ويتفكرونا، وربما كاع يحاولونا يديرونا بحال لوطيس ما يتسعيونا حتى حنايا، ويقربونا الترونسبور فين قراو وليداتنا، ويديرونا ملعب ديال الكره، يديرونا الشبيبه فين يلعبوا وليداتنا، يديروا العباد الشباب مساكن تما فين تخدم ولا فين تلاها. كشاب من دوار التقليه بغينا نعرفوا شنو اخباركم هنا في الدوار. خويا اول اذاعه غتجي غتصور هنايا، هو اليوم جات غتصور، بزاف ديال الدراري تيعانيو، تيعانيو بزاف مشاكل عائليه، مشاكل سكنيه، ما لقاش انسان فين ياخذ راحته، لا تيرانات، لا ضو والماء وداك الشيء، يلاه دخلوا لينا بزاف الحوايج. لا تكلمت لك شنو الواقع ديال 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 الشباب هنايا، شنو تقدر تقول لي عليه؟ الشباب اخويا كيخرج من المدرسه، الدراري الصغار كيخرج من المدرسه ما يلقاش فين يدور، ما يلقى والو، كيعطى تيتعاطى الحشيش، فانيد، مخدرات، كاينه الدوخه هي اللي كاينه صافي. انايا جيت من سطات وسكنت هنايا في 99، ظروف المعيشه في سطات ضعيفه شويه، فهمتي؟ جينا هنايا لقمه العيش هي اللي جابتنا هنا، يعني سكننا هنايا في 99 ما كاين لا ضوء لا واد الحار لا والو، يعني وصلنا الواد الحار، وصلنا الماء، وصلنا الضوء، الحمد لله هذه كانت مزيانه، فهمتي؟ ولكن اللي هنايا كنعانيو منه كنعانيو من مشكل ديال لومبيلونس، بالنسبه للدراري الصغار كنعانيو، بالنسبه للمدرسه كاينه مدرسه صغيره، مدرسة ما كافياش هنايا للدراري الصغار. بالنسبة للإعدادي كاينين الدراري هنايا كيمشيو حتى لعين الشوق باش كيقراو، يعني مسألة ديال تقريبا 45 دقيقة باش يوصل للمدرسة. كتعاني مثلا من الوقت ديال كتصب مثلا الشتاء، الزناقي كنتكرفصوا فيهم بزاف، بحال الضو ما كيكونش، كثيرية ما كيكونش الضو، ومشكل ثاني مثلا كاين الضيق عندنا بزاف في الزناقه، يعني الا مريض لك شي انسان وجات له في حاله لا بغيتي تجيب له اومبيلونس ما كتخش عندك حتى الزنقه، كتكرفص بزاف، كتبقى تسناك على واحد 200 متر 300 متر وانت عندك انسان مريض. العشوائي راه كاين في جميع انحاء العالم، اوروبا راه فيها العشوائي،
ولكن ماشي بحال هكا. لا شو كيف ما كان الحال المواطنين خصهم يوصلوا من يوصلوا الامن امبيلونس سياره الاسعاف الاناره كما كان كما كان الحال مواطن مغربي واخا يكون ساكن بالجبل خصو يوصلوا لهاد المسائل هادي. واخويا الاخبار ما كاين ما نعاودش لك لان المواطن هنا محروم بزاف ديال الحوايج. ابسط الامور ما كاينش اناره في الزوقه كاملين، ما كاينش مركبات قرب، ما كاينش مركبات ثقافيه، ما كاينش بزاف ديال الحوايج، رغم ان الناس هنا مواطنين كسائر مواطنين كلهم مغاربه. واش واحد خطره مريض داتو كروسه داتو حتى للسبيطار من هنا ما لقاش فاش يمشي. انا اول حاجه انا مراه عندي عند السكر ما كنلقاش فاش كنديها، اليوم تطبت واحد باش بزز باش داني. الجفاف اللي عرفته بلادنا لمدة سنوات وكذلك فقر بعض الأسر ومحدودية القدرة الشرائية خلات على أن مجموعة من الأسر تختار الاستقرار هنا رغم أنه بناء عشوائي أو بناء غير لائق، لكن كما جاء على لسان أحد المستجوبين على أننا كنبقاو مغاربة ومن حقنا الخدمات الاجتماعية.